حسب رأيك شكون ترشح لرئيس الحكومة الجديدة بعد تخلي سي علي العريض؟ والله اش باش نقول لك، هي برشا اسامي. انا كحسب رايي الخاص سي منصور معلم عنده الخبره الكافيه، فهمت، وقديم، نتخيل هو راجل المرحله هذه، معناتها فهمت، ينجم يجيب روحه، فهمت. احمد المستيري. علاش احمد المستيري؟ وطني معروف وزعيم من قبل. تقدمه في السن ما ينجمش يكون عائق؟ لا، ما ينجمش يكون عائق. 7 شهور ولا 8 شهور ولا عام ما ينجمش يكون عائق. باش يخدم 8 شهور ولا عام برك، ما ينجمش يكون عائق. تقول انه خبرته هي اللي محتاجتها تونس في الوقت الراهن؟ الخبره نتاعو والكفاءه نتاعو وحب التوانسه وتقديرهم لاحمد المستيري ينجم يكون هو الشخصيه رقم واحد في تونس. اي احد امني البلاد هذه تحب لها واحد امني يكون يد من حديد، يعني من غير ام ما يمشيش لا الاقتصاد ولا البلاد ولا حد شيء. اعطيني اسم. والله انا سمعت الزبيدي وزير الدفاع هل السابق، فهمت. اي حد يكون عنده عقليه امنيه بكل صراحه. الاسماء اللي مطروحه على الساحه برشا، لكن انا نشوف في سي منصور معلم بدون جهويات، خاطر ما تقولش ان انا ننتمي لجهه الساقس واللي هو ينتمي لجهه الساقس، ما نظر للتاريخ نتاعو النضالي وافكاره الاقتصاديه وشد برشا مناصب انا انت وزاريه، نشوفه هو في المرحله القادمه ينجم يوصلنا لبر الامان. الفتره هذه معناتها مرحله سياسيه اكثر من مرحله اقتصاديه، معناتها لازم الانسان يكون عنده حنكه سياسيه باش يعدي الفتره هذه الانتقاليه. يمكن الشخصيه اللي توفى فيها شهريه يمكن يكون احمد المستيري، ولو انه السن نتاعو معناتها كبير، لكن يمكن معناتها يمرر المرحله هذه. مثلا سي منصور معلم. ليش سي منصور معلم؟ والله ما قدرته معناها نتذكر اش كان معناها قيمته وشنو عمل وشنو تطلعاته وخبرته الى اخره. سي مصطفى كمان النابلي. عليه على خاطر هو اللي راه يشجع البلاد باش تكون يعني راكحه ومش كيما توا داخله بعضها وكله برشا مشاكل. انا حسب الاسامي اللي شفتهم معناتها شفت سي احمد المستيري، منصور معلا، ومصطفى كمال نابلي. نعرفش احنا كان ماذا بينا واحد صغير في العمر اصغر شويه منهم 88 84، ماذا بينا واحد هكا يرجل لنا الامور. اي شخصيه تقول انت المهم يخدم البلاد؟ اي شخصيه مستقله مش من الاحزاب يخدم البلاد، وبليس عنده خبره، عنده معناتها به كارير، عنده مو ما كارير.